قبل أن نغرق الدنيا بهجة وابتسامات وحبورا، تزاحم القلم الدموع على بياض الورق، كأني بها تنقل أحزان العالم كله على وداع رمضان. بعد رحلة إيمانية طبعت في النفس أسمى المعاني، فهذبت وعلمت وربت وفهمت وبينت درب النجاة. وحين يباغتنا رحيل رمضان، فلا نخرج من صدمة الوداع إلا بعد فوات الأوان. لا بد هذه المرة أن نتنبه أكثر ونحتاط أكثر، فلا يمر الوداع دون ذكرى، ولا يمضي رمضان عنا دون أثر. قبل أن نتفقد كماليات العيد ونغرق في زحام شوارعه المحبب ونضيء الزينات في البيوت وفي أنفسنا، دعونا نتفقد حاجات غيرنا الأساسية. وقد بات ذكر العيد لهم هما، وباتت مباهجه من أسباب الحزن والألم. فتذكرهم بمبلغ يسير لن يقوض أركان الجيوب المترفة، وإدخال السرور على نفوسهم سيزيدكم طمأنينة، وسيبارك الله بعيدكم ويغمره بهجة. وقبل أن نتأمل حلل العيد بأناقتها وتألقها، دعونا نتأكد من حلل ترتديها أرواحنا. فلا نترك الذنوب تلوثها ولا المعاصي تمزقها، لأننا سنتناقض كثيرا إن كانت هيئتنا بديعة من الخارج ونحن نخفي صورا شوهاء داخلنا لم تطهرها التوبة بعد. وحين تتجمل الحلوى في الأطباق الشهية ألوانا وأشكالا، لنتذكر كم من صفات حلوة قد اكتسبناها في رمضان، وكم لونا من ألوان الخصال الجميلة قد حصلنا، ولنحاول أن نمسك بما حصدنا بأية وسيلة وثمن. وأخيرا، انثروا البهجة عبر كلمة أو بسمة، أحيوا معاني العيد في عمل طيب، صدقة سر أو صلة رحم. أحيوا نفوسكم ببهجة المؤمن وإحسانه، ورتبوها من جديد. عطروا داخلكم كل القيم والمعاني الراقية لتغدو أجمل تماما كما تبدو الدنيا في العيد السعيد. جبر الله كسرنا على وداع رمضان، ورزقنا أن نبقى رمضانيين طوال العام. لا حر حين وبان ضوء سعيد.